السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي جريدة ديسبريس، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الذي نبثه لكم مباشرة من مدينة بركان من وسط المدينة. يفصلنا عن أذان المغرب نصف ساعة تقريبا، إذن لاحظوا الأجواء التي تسبق الأذان بمدينة بركان. وكما تلاحظون متتبعي جريدة ديسبريس، الكل ذاهب إلى حال سبيله، سواء كان التجار أو غيرهم من المواطنين. إذن مدينة بركان كغيرها من المدن بطبيعة الحال، الأجواء التي تسبق الأذان هذا المغرب أجواء في الحقيقة جميلة، خاصة في هذا الجو اللي ما كانش حرارة عكس الأيام السابقة اللي كانت الحرارة مرتفعة، لاحظها الجميع سواء في بركان أو في غيرها من المدن. أما البارحة بطبيعة الحال، البارحة كانت هناك أجواء متقلبة نوعا ما، كان شوية ديال العجاج. إذا لاحظوا معي الأجواء في هذا المكان وسط المدينة، هذا شارع الذهب كما تلاحظون. في المقابل كنلاحظوا بأن أصحاب العربات اللي انتهوا من بيع البضاعة نتاعهم كنلاحظوا الآن متجهين نحو المنازل نتاعهم في انتظار أذان المغرب. نتمنى من الله العلي القدير أن يتقبل صيام الجميع وأن يرحمنا في هذا الشهر المبارك. كانت هذه إذن أجواء ما قبل أذان المغرب، نقلناها لكم مباشرة من بركان. تقبل الله صيامكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.